حمرا استيحاتك حمرا كل رفوف عصافير وشبابيك يا ضيعة مدوية ليل نهار كل شباك وفي حلوة وادي مليان زرار. مع بداية الموسم الصيفي تنتشر ظاهرة بيوت الضيافة في منطقة البترون حيث توفر للنزلاء جواً تراثياً وتنقل لهم ثقافة وعادات المنطقة المميزة. إليكم جولة سريعة على بعض بيوت الضيافة في المنطقة. بيوت الضيافة أو ما يعرف بجيست هاوسز هي أماكن إقامة صغيرة ومريحة انتشرت في منطقة البترون اللبنانية حيث تم تصميمها لاستضافة الزوار والنزلاء لفترات قصيرة. وتتميز هذه المنشآت بكونها عادة مملوكة لأفراد أو أسر من المنطقة. نحن موجودين بنقطة كتير مميزة بالبترون من ناحيتين، ناحية أهميتها الثقافية وأهميتها الوطنية. الأهمية الثقافية نحن هيدي النقطة بتعود للقرن التاسع قبل المسيح، كانت قلعة فينيقية بناها إيتو بعل ملك سور. من بعد زلزال 551 تهدمت القلعة وصاروا سكان المنطقة يعمروا بيوتهم على أنقاضها، وفي ناس كتير أخذوا قرارات يحاولوا بيوتهم أو جزء من بيوتهم تيستقبلوا السواح يلي أعدادهم عم تتزايد. جيست هاوسات مثل ما انك شايفه هون الطابع القديم، العقد، الحجر، الرمله، كل شيء قديم، النمليه القديمه، المجله القديمه، غير ما تكوني رايحه على اوتيل. اوتيل يمكن شوي عندك زياده الروم سيرفيس. نحن بيوتنا كلها سوا هون هاي المنطقه البحريه الاثريه يلي هي معمره من السور الفينيقي، من الحجر الرملي تبع السور الفينيقي. احنا عندنا بيت الضيافه الاساسي اللي اسمه اشيره. اشيره بتحمل باسمها جماليه وميزة موقعنا، لأنه هي آلهة فينيقية كانت آلهة البحار، ونحن موجودين حد السور الفينيقي وكل الأنقاض اللي حوالينا وخصوصا قلعتنا أنقاضها فينيقية بتعود للزمن الفينيقي. يقوم أصحاب بيوت الضيافة في البترون بتوفير غرف مجهزة بشكل مميز وبأجواء نابضة بالحياة للزوار، وبالإضافة إلى تقديم وجبات لبنانية لتعريف الزوار بالمونة اللبنانية الأصيلة. هو أول بيت ضيافة بالسوق القديم، هيدي سابع سنة لقلنا، والهدف أكيد أنه ننمي ونسلط الضوء على السياحة المحلية والداخلية، وأكيد نشجع كل شيء صناعات ومنتجات لبنانية وخصيصاً من المنطقة، وأكيد الحفاظ على التراث اللبناني. بحكم أنه بيت ضيافة نحن منستقبل ونحن أكيد منعمل ترويقة لبنانية وبلدية تحديداً، قلبين أجبين بلدية، المناقيش البلدية، الحلو البلدي أكيد، يعني منعرف على المنتجات إذا بدك المحلية. هذه البيوت تتميز بطابعها التراثي حيث أصبحت مقصداً للسياح واللبنانيين من مغتربين ومقيمين، حتى أنها أسهمت إلى حد كبير في تعزيز السياحة الداخلية. لبرنامج ترانزيت العراقية، نيفين ساموري، البترون.